قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن مولانا أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه: إن ابني هذا سيد ويصلح الله به فئتين من المسلمين. وقال أيضا فيه وفي أخيه الإمام الصبط الشهيد الحسين صلوات الله وسلامه عليه: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. أود في بضع هذه الدقائق أن أتحدث عن رؤية توصلت إليها في صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ولعل هذه الرؤية التي أطرحها في صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه توجد رؤيتان. الرؤية الأولى وهي الرؤية التي تبناها جماعة من المؤرخين، وتقريباً هذه الرؤية هي رؤية عند الكتاب والباحثين المتأخرين الذين تأثروا برؤية الاستشراق. وهذه الرؤية تتبلور في أن السبب في مصالحة الإمام الحسن صلى الله وسلامه عليه وقبوله للصلح تنطلق من طبيعة شخصية الإمام صلى الله وسلامه عليه، وأن شخصية الإمام معاذ الله هي شخصية ضعيفة تركن إلى الراحة والدعة، لا تميل إلى الحرب. وقد أبعد بعض المستشرقين في القول إلى درجة اتهام الإمام الحسن صلى الله وسلامه عليه ووصمه بأنه رجل ميال إلى الحياة بكل مظاهرها، معاذ الله من هذا القول. ولذلك كان طرح الصلح ينطلق من طبيعة شخصية الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أنه ليست هناك مبررات لا موضوعية ولا ظروف طبيعية ولا مبررات عقلائية فرضت نفسها على أن يقبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالصلح. هذه رؤية تبناها جماعة من الباحثين المتأخرين والذين تأثروا بكتابات المستشرقين. هذا رأي تبناه طه حسين على ما أعتقد، العقاد أيضا تبناه، وجماعة كثيرة من الباحثين المتأخرين المتأثرين بنظرية الاستشراق. الرأي الثاني وهو الرأي الذي يذهب إليه جل علمائنا وأعاظم علمائنا، وربما استفادوا أيضاً من بعض النصوص والخطب، وخصوصاً ما رواه اليعقوبي في كتابه تاريخ اليعقوبي، وهو أن الجيش الذي كان يقاتل مع الإمام الحسن صلى الله وسلامه عليه هو جيش ضعيف متخاذل، وقد وصل به الضعف والتخاذل إلى درجة من الاستسلام بحيث لا يكون صالحاً ولا مؤهلاً للمواجهة مع جيش الشام، وأن هذا الجيش قد دبت فيه الخيانة إلى الدرجة التي يذكر التاريخ أنهم كتبوا إلى معاوية بن أبي سفيان: أنك لو أردت أن نسلم الحسن إليك مكتوفاً استطعنا. جيش بهذه الطبيعة، جيش بهذه الوضعية من التخاذل ومن الضعف والخواء النفسي والانهزام النفسي، من الصعب جدا أن يتحقق على يديه نصر، ولا يمكن أن يتحقق عليه على يديه أي مستوى من مستويات النصر. ومن الطبيعي أن القائد مهما كان على مستوى من القدرة ومهما كان على مستوى من المؤهلات، لكن عندما يبتلى بهكذا جيش ويبتلى بهكذا قاعدة
ويبتلى بهكذا جماهير، من الطبيعي أن القيادة ولو كانت قيادة معصومة ولو كانت تتوفر على مؤهلات فائقة، إلا أنه من الصعب جدا حينئذ أن يقاتل هذا القائد أو يتحقق ظفر ونصر على يديه. اليعقوبي أيضا اللي يعتمدون المؤرخين على كلامه، يعتمد المؤرخون على كلامه، يذكر أن الإمام الحسن صلى الله وسلامه عليه قد خطب خطبة، هذه الخطبة معروفة ومشهورة، وبين للناس وكأنما من خلال استفتاء ومعرفة آرائهم في استمرار الحرب أو التراجع، فتنادوا من كل جانب فقالوا البقية البقية، ومعنى ذلك أن هذا الجيش وصل به المستوى من الخواء النفسي والضعف والانهزامية النفسية إلى درجة لم يعد قادراً ولم يعد قادراً على مواجهة جيش الشام. وعلى هذا الأساس الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما قبل بالصلح نتيجة وضعية الجيش ووضعية أتباعه وما انتهت إليه نفسية أهل العراق، وخصوصاً بعد دخولهم وخوضهم حروب ثلاثة لم يلقوا فيها الراحة، وتسببت في إزهاق الكثير من الأرواح والفقد كثير من الناس، ومن الطبيعي أن كل هذه الأمور سوف تؤثر على نفسية الجيش. هذه الرؤية الثانية التي تقدم في صلح الإمام صلى الله عليه وسلم. الرؤية التي أتبناها والتي من خلال جملة من القراءات، وخصوصاً بعد وقوفي على هذه الرواية التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه العلل تحت باب العلة التي من أجلها صالح الإمام الحسن، ومضمون هذه الرواية أن الإمام صلى الله وسلامه عليه لما سئل عن مصالحته لمعاوية فقال عليه السلام: علة مصالحتي لمعاوية هي العلة التي صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريش. لما نأتي إلى صلح الحديبية، هذا الحدث المهم جدا في تاريخ الرسالة وتاريخ الدعوة الإسلامية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دخل حرب الخندق أو معركة الخندق، بعدها انهزمت قريش شر هزيمة في معركة الخندق وموقعة الخندق. من الحروب التي منيت فيها قريش بالهزائم هي معركة الخندق. بعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عزم على الذهاب إلى العمرة، ولكن قريش رفضت الدخول إلى مكة ومنعته من الذهاب إلى العمرة وأوصدت أبواب مكة في وجهه، هذا هو المعروف تاريخيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح قريش، لكن ما هي الظروف؟ لأن هذه الكلمة التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه العلل والتي تبين أن الظروف، يعني هذه الرواية نقرأها كثيرا وتمر على أسماعنا كثيرا وتمر بذهننا كثيرا، لكن القراءة السريعة لها لا تستوحي منها هذا المعنى، ولكن القراءة المتأملة لما نتأمل في كلمات الرواية نجد أن الإمام صلى الله وسلامه عليه يتحدث أن الظروف التي دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصالحة مع قريش هي ذاتها تلك الظروف التي فرضت نفسها
على الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أن يصالح. هذه الظروف هي الظروف التي فرضت نفسها على الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يصالح، هي ذات الظروف التي دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبول بصلح الحديبية. لما نقرأ التاريخ، هذه نقطة مهمة، لما نقرأ مفاصل من تاريخ الدعوة الإسلامية نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الظروف لم يكن قليل العدة أو العدد، بل كان يمتلك دولة ويحكم دولة ولديه ماذا؟ جيش. الشيء الثاني وهو مهم جدا، أن العقبة والعائق الكبير الذي واجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الترسانة الإعلامية التي كانت تقودها قريش. قريش كانوا يقودون ترسانة إعلامية ضخمة اتجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال هذا الإعلام المضاد فرضوا حصاراً على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحصاراً قوياً على الدعوة الإسلامية. ولما نقرأ التاريخ يذكر التاريخ أنهم كانوا يجلسون على الطريق العام الذي يفضي إلى مكة، وأي قافلة من القوافل التي كانت ترد إلى مكة معتمرة أو حاجة يحذرونها من الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذرونها من الاختلاط به صلى الله عليه وآله وسلم، ويتحدثون لهم أن هناك فتى أصيب بالجنون أو أنه يريد أن يفرق كلمة العرب، وأنه يريد الملك وألحد في دين إبراهيم، إلى غير ذلك من الصور التشويهية التي عمدت قريش على صنعها تجاه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. الحصار الذي فرضوه على الدعوة الإسلامية بأنه يتكلم بأساطير وأتى بدين مغاير لما عليه العرب، وأنه قد ابتلي بالخرافات أو أنه يأتيه الجن والشياطين، كل هذه الصور من التشويه كان الغرض منها الحصار على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحصار على الدعوة الإسلامية، بحيث أن هؤلاء العرب لما يذهبون إلى يثرب أو هذه القوافل حيث كانوا يتنقلون أيضاً بين مكة ويثرب ألا يختلطوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحاظ ما سبق إلى أذهانهم من التشويه اتجاه شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتجاه دعوته، فهم مشحونون مسبقاً بهذا التشويه الواسع والإعلام المضاد اتجاه شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتجاه الدعوة الإسلامية. على هذا الأساس هذا الحصار الذي فرض على الدعوة الإسلامية نتيجة الإعلام الشديد والإعلام المركز والإعلام القوي اتجاه شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتجاه دعوته حصر الإسلام في منطقة يثرب. هي القبائل كلها عملت قريش على مسخ ذهنها وفكرها اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحصار هو أشد أنواع الحروب، هو المحاصرة الإعلامية، حرب الإعلامية والمحاصرة والإعلام هو أشد أساليب الحرب، ولربما الحرب العسكرية تنتهي آثارها أو تنقلب فيها قوى المعادلة، أما الإعلام فيبقى مؤثراً ما لم تستخدم معه الحكمة، ما لم يحارب بالمنطق والحكمة، وإلا يبقى تأثير الإعلام تأثيراً قوياً سارياً يخطف الناس والجماهير. لذلك الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم
بأنه يغير أسلوب المواجهة مع قريش، وأن مواجهة الحرب لا تزيد الدعوة الإسلامية إلا بعداً عن هدفها، وتكرس ما تقوله قريش في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه يريد أن يفرق أمر العرب ويلحد في الحنيفية. لذلك لو النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار خيار الحرب، معنى اختياره لخيار الحرب هو تأكيد لما نسجته دعاية قريش اتجاه شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة الإسلامية. ومن الضروري تغيير أسلوب المواجهة من الحرب إلى أسلوب آخر يحارب فيه النبي أو يحارب من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإعلام الموجه والمشحون اتجاه شخصه صلى الله عليه وسلم واتجاه الدعوة الإسلامية. لذلك طرح الصلح، تم صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة. مدة الصلح بين صلح الحديبية وفتح مكة على يعني أكثر الروايات هو سنتان ونصف، لكن في هاتين السنتين والنصف من صلح الحديبية الذي أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، النتيجة أولاً انفتاح القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القبائل انفتحت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية الطبري وأيضاً رواية ابن مسكويه أن عدد المسلمين لا يتجاوز 2000، بين 1500 و1800 و1850، هذا عدد المسلمين اللي كانوا في يثرب في المدينة المنورة. لكن بعد الصلح وبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كانوا آمنين بمقتضى بنود الصلح، وأن لا تتعرض قريش إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من المسلمين، صار المسلمون في أمان. لذلك كانوا يتنقلون بكل حرية بين هذه القبائل ويبلغون هذه القبائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هذه القبائل أيضاً في المقابل من الطبيعي أنها تحب أن تتعرف على هذه الدعوة وصاحب هذه الدعوة، فكانت تتنقل بين قبائلها وبين المدينة للتعرف على شخص النبي وطبيعة دعوته وطبيعة رسالته أهداف رسالته. ومن هنا صار هذا التحول نتيجة هذا الانفتاح في هذين السنتين. يقول الطبري صار عدد المسلمين 10,000 مسلم من هذه القبائل التي كانت مجاورة ومتناثرة بين مكة والمدينة. فهذا هو مكسب عظيم كان للدعوة الإسلامية، من دون أن يكون فيه دماء وإزهاق أنفس وخصام وقتال، وإنما كان بأسلوب المنطق وبأسلوب العقل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قابل ذلك الطوق من الحصار على دعوته وعلى شخصيته بقبوله بصلح الحديبية الذي تسنى له من خلاله أن يحقق هذا الإنجاز العظيم للدعوة الإسلامية ولشخصه صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هو إنجاز للدعوة الإسلامية. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهذا نص مروي عن الإمام الحسن والسند أيضاً لا بأس به، سند معتبر كما يذكر ذلك الشيخ الصدوق، أن العلة التي دعت الإمام الحسن للمصالحة هي ذات الظروف التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقبل بصلح الحديبية. وقلنا أن جوهر هذه الأسباب في قبول صلح النبي صلى الله عليه وسلم لقريش هو فك ذلك الحصار، من جهة أخرى تبديد الشائعات التي نسجتها قريش وإعلام قريش اتجاه النبي واتجاه شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الظروف نفسها هي التي حكمت وفرضت نفسها على أن الإمام الحسن صلى الله وسلامه عليه يغير أسلوب المواجهة من المواجهة العسكرية
إلى مواجهة بشكل آخر يحقق فيها لأتباع أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم، ولفكر أهل البيت، ولمشروع علي صلاة الله وسلامه عليه المنجزات والمكاسب، من دون أن تكون هناك خسائر في الأنفس والأموال، من دون أن تحقق أثراً مرجواً أو أثراً ملموساً وواضحاً. ونحن نعلم كم هي حجم الدعاية التي قادها خصوم أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم اتجاه أمير المؤمنين وأبنائه، إلى درجة أن أهل الشام، ولما نقول أهل الشام مو اليوم اللي هي دمشق الحالية فقط، وإنما ما يعرف بالكورات الخمس، يعني هذه البلادين الخمس بما يشمل حتى تركيا، هذه المناطق ما كانت تعرف عن علي صلاة الله وسلامه عليه الصورة الواضحة، وكونه هو رجل الإسلام وهو المدافع الأول والمضحي الأول والشخص الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصورة لعلي صلاة الله وسلامه عليه رسمت الدعاية الأموية، ورسمت الدعاية دعاية خصوم أهل البيت عن علي صلاة الله وسلامه عليه صورة أخرى. عرف عن علي أنه لا يصلي، عرف علي أنه لا يغتسل عن جنابه، وهذا معروف، تاريخ دمشق مليء بهذا، تاريخ الخميس وغيره من التواريخ المعروفة، كان أهل الشام لا يعرفون عن علي إلا أنه لا يصلي، لا يعرفون عنه إلا أنه لا يغتسل من جنابه، وأنه رجل يريد أن يفسد ويطلب الملك، لا يعرفون عن علي صلاة الله وسلامه عليه إلا أنه هو المتهم الأول في مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وحملوه نتائج كل هذه الأحداث التي حدثت من حرب الجمل وما تلاها إلى حرب النهروان. كانت هذه الصورة عن علي وعن أبناء علي، وبالطبيعي هذه الصورة التي رسمتها الدعاية الإعلامية الموجهة من قبل خصوم أهل البيت أن تحدث ألف حاجز، لا حاجز واحد، وتضرب طوقاً إعلامياً قوياً على فكر أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتعرف أو ينفتح على خط أهل البيت وعلى فكر أمير المؤمنين صلاة الله وسلامه عليه. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن خيار الحرب حتى لو كان الجيش مستعداً للقتال وعلى مستوى عالي من الجهوزية للقتال وعلى مستوى عالي من التضحية، وهذا ما تشهد له بعض الروايات، فإن هناك رواية يرويها في تاريخ دمشق مضمونها أن شخص سأل الإمام الحسن لماذا أنك تريد الخلافة، يعني أنت إنسان تطلب الملك، فقال إني تركتها ابتغاء وجه الله، ما أردت هذا الصراع اللي يؤدي إلى تمزق المسلمين وتشظ المسلمين وتفتت قوتهم وتحولهم إلى معسكرين متناحرين، وأن جماجم العرب، هذا شاهدي، وأن جماجم العرب تحت يدي تحارب بحربي وتسالم بسلمي. لو غضينا النظر يعني عن مسألة ما يقال من أن الجيش كان متخاذل، خواء نفسي، هزيمة معنوية في داخل نفوسهم، لا يستطيع أن يقاتل من خلالهم، لو غضينا النظر عن هذا وقلنا أن الجيش على مستوى من الجهوزية الكاملة، لكن في مقابل الخداع وفي مقابل الحيل التي أفشلت حرب الجمل ونتائجها التي كانت هذه النتائج قريبة أن تعطي ثمارها، حرب الجمل تعلمون أنها كانت في البداية لصالح علي صلاة الله وسلامه عليه، وكانت كادت أن تعطي نتائجها، وقريبا كانت أن تعطي ثمارها، وكانت حرب الجمل لولا الخداع الذي استعمل والحيل التي استعملت لكانت هي الحاسمة لصالح أهل البيت صلاة الله وسلامه عليه وفكرهم، ومع ذلك انقلبت المعادلة ونجحت
خطة الحيل والخداع وأفشلت هذه الحرب التي سقطت فيها الدماء وسيلت فيها الدماء وسقطت فيها الرؤوس والأكف. فنحن نقول لو أن الإمام الحسن مع كل هذا كان يمتلك جيش على استعداد للتضحية والجهوزية الكاملة، لكن مع ذلك نقول أن هذه الحرب ليس من البعيد جدا بحسب التجارب السابقة أن تنتهي وتنقلب فيها المعادلة إلى صورة أخرى وينتهي الأمر فيها إلى انتصار أهل الشام من خلال الخدع والحيل، ومن جهة ثانية البساطة التي كان عليها غالب الناس في جيش علي صلاة الله وسلامه عليهم الذين هما امتداد لهذا الجيش الذي يقاتل مع الإمام الحسن صلاة الله وسلامه عليه. فإذا خيار الحرب ليس هو الخيار المنطقي ولا هو الخيار العقلائي ولا هو الخيار الذي تتهيأ له ظروف تلك المرحلة. ومن هنا الإمام الحسن صلاة الله وسلامه عليه رأى أن في مقابل هذا الطوق الإعلامي الذي ضرب على فكر أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم وضرب على شخصية علي صلاة الله وسلامه عليه من أن تتمدد وتأخذ دورها أنه لا يمكن ذلك إلا من خلال الحرب إلا من خلال الصلح، فإنه من جهة يحقق للإمام الحسن صلاة الله وسلامه عليه وأهل بيته ما يريدونه من كسر هذا الطوق الإعلامي اتجاه فكر أهل البيت، من جهة ثانية تبديد تلك الإشاعات وذلك التشويه الذي لحق شخص الإمام الحسن صلاة الله وسلامه عليه، ومن جهة ثالثة يحمي الأمة من الانشطار والانقسام إلى معسكرين، لأن النتائج سوف تنقلب من خلال الحرب وينقسم المسلمون وتنقسم الأمة إلى معسكرين، هذه الثنائية التي تتردد أهل العراق وأهل الشام. وفي انقلاب الأمة إلى هذين العسكرين من المخاطر والنتائج الغير المطلوبة والنتائج الغير الصحيحة ما لا يخفى على كل متأمل. ومن هنا الإمام الحسن صلاة الله وسلامه عليه ليس فقط رجل عظيم وهو إمام معصوم وإمام مفترض، وإنما يكشف عن مدى العمق الاستراتيجي الذي كان يتمتع به الإمام الحسن صلاة الله وسلامه عليه وإلى مدى ذلك التفكير المنطقي والعقلائي الذي كان يحمله الإمام صلاة الله وسلامه عليه وهو الإمام المعصوم المسدد من قبل الله سبحانه وتعالى، والتي تكون جميع أفعاله وجميع أقواله وجميع ما يصدر منه هو مصدر من مصادر التشريع التي يجب علينا أن نتخذها وأن نرجع إليها. فكان الصلح هو الخيار الاستراتيجي الذي ينطلق من تفكير عميق استراتيجي، لذلك يقول الإمام الباقر صلاة الله وسلامه عليه في تقييمه لصلح الإمام الحسن لصلح الحسن بن علي مع معاوية خير لشيعتنا أو خير لشيعة علي مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني أن هذه النتائج التي حققها صلح الإمام الحسن صلاة الله وسلامه عليه لم تكن لتأتي لو اتخذ خيار الحرب، وإنما كل هذه النتائج وكل هذه المعطيات والبركات والتي ما زلنا نعيشها، لأنه لو استمرت الحرب لا يبعد أن الحرب تكون طاحنة إلى درجة أن تستأصل ليس فقط شيعة أهل البيت بل تستأصل حتى أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم وتنهي هذا الوجود المبارك، ولكن الصلح حفظ هذا الوجود المبارك واستمر هذا الوجود المبارك لأهل البيت وشيعتهم وخيار أصحابهم وخيار مواليهم الذي ما زلنا إلى الآن نعيش هذه الآثار والبركات. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات مولانا الإمام الحسن المجتبى صلاة الله وسلامه عليه أن يجعلنا مشمولين لكرمه وهو كريم أهل البيت،
وأن نكون في هذه الليالي المباركة مشمولين بألطاف ورحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.